ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بلايدر لوي. اليوم عندنا نزال بين شجاعة تيربو للاعب شهاب. راح نفعل وضعية السلينك شوك خلال النزال اصلي من هازبرو ضد المنجل الجارح للاعب دامر، برضه بالهجومي للاعب دامر. حكيت اوكي اصلي من تاكاراتومي توي برو. الجولة الأولى 3 2 1 جو شوت جو شوت. شجاعة تيربو فقد التوازن. نقطة للمنجل الجارح ولكن بصعوبة جابها. اوكي ما توقعت هذا الاشي يصير، استغربت. شجاع التيربو قريب جدا من الضربات. اوكي ضرب، فقد القدرة على الاحتمال. نقطتين لبلبل المنجل الجارح. يلا شجاع تيربو، انا هدول البلبلين ما نزلتهم، قررت اعمل بينهم نزال لانهم اوكي 3-0 للمنجل الجارح، بس هدول البلبلين ما نزلتهم وكثير اقوياء فبنعرف مين اقوى. اوكي مو محسوبه مو محسوبه، بالغلط طلعتهم. اوكي انا طلعت المنجل غلط، خبط بالحلقة. اوكي 4-0 للمنجل الجارح، نتيجة لا تصدق. شجاع التيربو راح يعصب شوفوا. اوه 5-0 للمنجل الجارح. شجاع التيربو الطاقة الهائلة اللي فيه فجأة عم تختفي. اوه 5-1. اوكي شجاع التيربو للاسف ضرباته المنجل الجارح بتصداها. اذا عجبك هذا الفيديو انزل بسرعه حط لايك. اوكي المنجل الجارح 6-1 رح تصير نتيجته هلا. ستة واحد اوكي. اوه 7-1 للمنجل الجارح، نتيجة لا تصدق. جو شوت. اوكي مش عارف احسبها ولا لا، اصلا لو حسبتها ما راح تأثر كثير، بس انه خبطوا ببعض كثير يعني غلط مني اظن. جو شوت. اوكي المنزل جارح 3 2 1 جو شوت. المنزل جارح جو شوت. بيرست فينيش. شجاع التيربو ضيع طاقته للأسف. اوكي نقطتين، يعني صار في عندنا 4 نقاط لبلبل شجاع التيربو من ورا البيرست، فالنتيجة حاليا صراحة بطلت أعد نسيت، لكن المنجل الجارح متفوق بشكل كبير. في شيء مخرب على شجاع التيربو اللي هو وزنه الخفيف، انه حاطين له حديده خفيفه، بس هو فعليا لانه لير هاز برو، اللير المفروض يكون عليها كمان حديد، فهذا شيء مخرب عليه.
وزن المنجل الجارح اظن اتقل شوي، يعني انا حاسس هيك حد انا بمسكهم حتى بتحس بفرق كبير يعني. شفتوا كيف ضربات المنجل بتطير شجاع التيربو؟ شجاع التيربو ضرباته خفيفة ما لها فايدة. حان وقت تفعيل وضعية السلينك شوك. نرفع ونلف لليسار، ثبتت اطول بالتالي هجوم اكثر واسرع. 3-2-1 جو. اوكي المنجل الجارح عم بيفوز وبقوة. دبل بيرست غير متوقع. المنجل الجارح اوكي خطف فيها. اوكي هاي حركة بحبها من شجاع التيربو. اوكي خلص مهمته، هلا راح وقف على قاعدته المستقيمة. الله عليك يا شجاع التيربو. ما بعرف بس حسيت في تناسق بالطريقة، انه بيرس بعدين وقف مستقيم بالضبط متساوي قدام الكاميرا، وكل كل قطعة من منجل جارح بمكان. هون حديدة المنجل، هون درايفر طلع، هون اللاير، انه هيك مثلثات كله مثلثات. يا ترى هل في دخل لا. اوكي خلاص عرفت. اوكي منجل الجارح. اوكي شجاع التيربو. طبعا ما اشترك بالقناة ينزل بسرعة، اشترك بالقناة بالضغط على الزر الاحمر اشتراك سبسكرايب او سبوني ويفعل جرس التنبيهات عشان يكون اول واحد بيحضر فيديوهات بس انزل. واذا عجبوا هذا الفيديو ينزل وحط لايك. كمان ضيفوني على التيك توك وسائل التواصل الاجتماعي، رابط بصندوق صندوق الوصف. كمان انستغرام وسناب شات لتشوفوا وجهي واخر الاخبار الحصريه قبل اليوتيوب. شجاع التيربو. اوكي على فكره شجاع التيربو كل شيء بضل يطفي وضعيه السلينك شوك بعد النزال او خلال النزال، برجع بيحول للوضعيه العاديه ما بعرف ليه. هل شفتوا اظن حول للوضعية العادية فجأة من الضربات او هيك. توقعت النزال يكون متوازن اكثر، يعني مرة يفوز شجاع التيربو مرة المنجل، بس المنجل فاز عدد جولات اكثر بكثير من شجاع التيربو. يعني ما بعرف شجاع التيربو كثير قوي بس المنجل اقوى. خلينا نطلع المنجل الاول هلا نعكس القطع. سوري ما بنقدر نعكس القطع بس هلا بنقدر نعكس شيء ثاني فرجيكم اياه. اوكي منيح انه شجاع التيربو انفك لحاله لانه عرف شو بدنا نسوي. الاشي راح نسويه هو راح نحط قطع هدول فقط. زي ما بتعرفوا بلابل تكارتم وهازبرو ما بركبوا على بعض، ولكن انه بالنسبه عم بحكي للدرايفر والاسنان الدرايفر واللاير، الحديده عادي بتركب، ولكن درايفر هازبرو بركب على لاير تكارتومي من دون اضرار، ولكن بكون كتير ضعيف ما بمسك بشكل كويس. اوكي فرح نجرب هاي قطع شجاع التيربو عليه. اما بالنسبة لدرايفر تكارتومي على لاير هازبرو ما حدا يسويها، لانه اوكي رح ركبه ورح يطلع كتير يابس بلبل قوي كتير، ولكن بس يرجع يفكهم رح تلاقي اللاير دايب سلوبس تبعونها، ورح تلاقي الدرايفر برضو دايب وخربان فبخربوا بعض ما حدا يسويها. اوكي نحن سوينا المنجل الجارح لحاله ضد مين النازله. اول شيء نطلعه شوف كيف بلف بسرعه خارقه. حصان الجامع تصدى للمنجل. اوكي المنجل يلا غير مسارك واخبط بالحصان. لا مش هذا اللي بدنا اياه يصير. وقعت المنجل يغير مساره ويخبط الحصان ولكن لم تزبطوا معنا.
جولة غير محسوبة أكيد. جولة تانية. طفش النار. تعرفنا عن جد أنا حسيت في إشي انكسر. هلا الحمد لله ما في إشي انكسر، ولكن في شق نوعا ما، أو ممكن نحكي بلاستيك انقبع من لير خفاش النار من قوة الضربة. أوكي المنجل الجارح ما برحم. واو أوكي الضربة قوية، الحمد لله ما صار في كسر. الله يستر. أيوة المنجل الجارح. أيوة أيوة أخبط تاني مدمر راضي طاقتك لو سمحت. تاني مدمر أخبط أخبط. أيوة لا المرة الأخيرة. أوكي المنجل الجارح هو اللي انفجر لحاله.